عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته، واجزه عنا خير الجزاء، إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واعف عنا يا كريم.